السلام عليكم، مساكم الله بالخير. في كلمة كذا حلوة قالها أحد الأخوة المصريين بلغة عامية لكنها كلمة عميقة، يقول ما فيش حاجة فاتت، كل اللي فات مش بتاعك. هذا مفهوم جميل ترى في مسألة الأرزاق. والله الذي لا إله إلا هو لن تموت، لن تدخل قبرك حتى تستوفي رزقك كاملا. اطمئن، مكتوب لك هذا الشيء ستأخذه، مو مكتوب والله ما تأخذه. وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء مكتوب لك ينزل عليك بقدر، في الوقت الفلاني، بالحجم الفلاني، في المكان الفلاني. كل شيء مكتوب لك ينزل عليك بقدر، في الوقت الفلاني، بالحجم الفلاني، في المكان الفلاني. والله يا جماعة ترى الله سبحانه وتعالى تعامله لطيف. الله لطيف بعباده كلهم، لكن يرزق من يشاء. لطيف بك لكن قد يمنع عنك الرزق الأشياء اللي تبغاها أنت. ليش؟ احيانا، وترى هذا فضل من الله، ما يعطي الا من احبه، يمنع عنه امور الدنيا حتى لا يتعلق قلبه بهذه الامور، فلا يبقى في قلبه الا الله، فيجد العبد نفسه اضطرارا يلتجئ الى الله سبحانه وتعالى. يا رب ضارتي، مشكلتي، همي، والله يحب ان يسمع صوتك، فمن وفق لهذا يعلم ان الله يحبه. في الحديث: وإذا أحب الله عبدا ابتلاه. بعضنا يتعامل مع الله بأمور دنيوية، يا ربي هذه الحاجة، والله يعلم ما هو خير لك، الله يعلم ما هو أصلح لك، ويتدخل في التقاسيم والتدابير الإلهية، فيجده حريص على أمر الدنيا، والله يختزن له أمرا أخرويا، لو علمه لطار من الفرح ولسجد بكاء لله شكرا على ما أعطاه الله إياه. روي في بعض الآثار أن الإنسان يجد حسنات يوم القيامة بسبب سجدة طلب فيها من الله طلبا ولم يحقق له، ادخر الله سبحانه وتعالى هذه الدعوات إلى ذلك اليوم. ويقولون في الآثار أن العبد إذا رأى تلك الحسنات حمد الله، حمد الله على أنه لم يستجب له في الدنيا. في شيء لا تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعطي وأن العطاء كله منها، لا، قد يكون نقمة وقد يكون استدراج. لاحظ الله سبحانه وتعالى يعطي المجاهرين كيف. أنا أشوف السوشيال ميديا ناس يجاهرون ليل نهار ويعطيهم الله سبحانه وتعالى مال، جاه، شهرة. أنا كنت أستغرب، زي ما قلت لكم أول، كان المدرسة الثانوية في الحلقة يقول والله يا شباب اللي يحفظ القرآن وكذا ربي يوسع عليه وكذا. أنا كنت الحالة المادية عندي صعبة، فبدينا ألاقي الحالة المادية تزداد سوءا، الوضع الاقتصادي يا أستاذ كيف كذا تقول لي كلامه، فما شرح لي إياها الأستاذ. لكن سبحان الله، الإنسان من يكبر ويوعى ويتدبر القرآن يجد رسائل الله في القرآن. يا الله يا الله، ما أجمل القرآن. كانت عندي هذه إشكالية، كيف الله يعطي فلان وأنا في الحلقات ما يعطيني؟ صاح بيدوب وجاي من مكان وما شاء الله فعل لها وعنده فلوس، أنا طفران. كان هذا السؤال والله يشكل علي، توقع كثير منكم عندهم إشكال في هذه المسألة. فتحت المصحف يوم من الأيام والله لقيت كأنها رسالة من الله. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا القرآن والمواعظ ويعرفوا هم إيش يقول الله، أخذناهم دمرناهم؟ لا، اسمع بالله، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، جاه، مال، شهرة. يا الله يا الله، كأن الآية تجاوبني. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، تجدهم فرحانين، والله يظهر لك في السوشيال ميديا أنه فرحان، لكن في حاجات إحنا ما نعرفها في الخفاء. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هنا نتوقف، أمر غيبي، كيف يأخذهم الله؟ لكن الآية أجابتني وريحتني الحمد لله، ومن خلال القرآن تبين أن الحياة طيبة هنا.
إنسان فقير لكنه سعيد، والله سعيد مبسوط الحمد لله. ومن خلال القرآن تبين أنه الحياة طيبة هنا. إنسان فقير لكنه سعيد، والله سعيد مبسوط الحمد لله. ومن خلال القرآن تبين أنه الحياة طيبة هنا. إنسان فقير لكنه سعيد، والله سعيد مبسوط الحمد لله. وفي ناس سامحوني كده يتعاملوا مع الله بطريقة عجيبة، باختصار كده أعطيني أعطيك، يبغى كده لما يدعو على طول، لما يعني يصلي لازم يجيله الشيء اللي يبغاه. يا سلام يا سلام يا أخي، الله غني عنك، أقسم بالله لو عرفت الله سبحانه وتعالى ها لسجدت له بكاء وحبا حتى لو ما أعطاك شيء، لو عرفت الله. الله يقول عن أمثال هؤلاء: من الناس من يعبد الله على حرف، شك عنده، شك يعني بس قاعد يجرب، فإن أصابه خير اطمأن به، تلاقي فرحان، الله دعيت الله وصليت وجاني. اسمع الآن: وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. يا أخي أنا ما دعيت وصليت سويت كل شيء. الله يقول خسر، يقول الله خسر الدنيا والآخرة. يا جماعة الله غني عننا. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم، مو يعني يمنع عنكم الرزق، يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وما قدر الله حق قدره، لا تتعامل مع الله بهذه الطريقة، أدب مع الله سبحانه وتعالى. والله لطيف بك، أحسن الظن بالله، والله إن في الغيب تدابير لك، بس أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هو الله خالقي رازقي الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. يا الله. والذي يميتني ثم يحييني. معني: ولسوف يعطيك ربك فترضى. إلزم يا رب وأبشر بالخير. والله إن الله يستحي أن يرد يد عبده صفرا خائبة. أقدار الله تستجلب بالدعاء، لا تترك الدعاء. إن الله يستحي أن يرد يد عبده صفرا خائبة، والله ما ترجع. إما أن يستجيب الله لك، وإما أن يصرف عنك سوءا بهذا الدعاء، وإما أن يختزله لك يوم القيامة. ونصيحتي لك لا تختار، الله يختار لك، وإن تأخر الفرج سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. إن مع العسر يسرا، أبدا مع بعض جايين، مهما تأخر العسر وجلس عندك سيأتي اليسر بإذن الله سبحانه وتعالى. بعضنا يقول خلاص الأمور مقدرة، لا حبيبي، الأقدار تستجلب بالدعاء. وفي الحديث: من لم يدعو الله عذبه، في معنى الحديث حديث صحيح، من لم يدعو الله عذبه. فلذلك انت لازم كده في اليوم 6-7 مرات تقول يا رب وابشر بالخير، وسيبك من كلام الناس. قالوا ولكني على ثقة بأن ربي إلى التيسير يجرينا، مهما قسى العسر فاليسر يتبعه، وعد من الله هذا الوعد يكفينا. ختاما: يا رب يا رب سامحنا على تقصيرنا، ما قدرناك حق قدرك يا رب. يا رب سامحنا إن سخطنا يوما من أقدارك يا رب. إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب. يا يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا، يا رب لا تجعل أمانينا لا تتعدى هذه الدنيا البسيطة، اجعل أمانينا جنة عرضها السماوات والأرض. يا رب من فقد أمرا من أمور الدنيا يا رب أبدله بمنازل في الجنة يا رب العالمين. اللهم يا رب ارزقه القناعة والرضا والتسليم يا رب العالمين. اللهم كل من يرى هذه السنابات يا رب اشرح صدره، يسر أمره.